السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الحلوين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان التمييز بين المختلف والمتشابه. تعالوا بينا يلا نشوف درسنا هيتكلم عن إيه النهاردة. يلا نطلع المختلف، إيه الحاجات اللي موجودة قدامنا؟ تعالوا كده نتأمل واحد واحد ونشوف إيه اللي هنشوفه. هنا دي طيارة، دي طيارة، ودي طيارة، وده ايه؟ طيارة برضو؟ لا، بالون. فين المختلف هنا؟ برافو، البالون هو اللي مختلف. تعالوا نشوف حاجة تانية. في ايه كمان؟ في عندي ثعلب، وعندي حمامة، وعندي البغبغان. في مختلف، مين المختلف فيهم؟ دول طيور. وفي واحد تاني حيوان، فين هو المختلف؟ ده طائر، وده طائر، وده ايه؟ حيوان. يبقى هو ده المختلف. تمام. طب تعالوا نميز المتشابه لوحده ونحط كل حاجة لوحدها متشابهة. يلا نحط كل متشابه لوحده. قدامنا حاجات كتيرة، المفروض نطلع المتشابه لوحده. هناخد الشجر نحطه مع نفسه كده، الشجر، وبعدين هناخد الشاكوش ونحطهم مع بعض، وناخد القبعات مع بعض، والأرانب مع بعض، شبه بعض خالص اهم، والهدايا بتاعة رأس السنة نحطها مع بعض، والكتكوت مع بعض. باقي ايه؟ الورود، ونحط الورود مع بعضها. بقى معانا حاجات متشابهة مع بعض كتير. زي ايه بقى عندنا؟ وشجر، وأرنب، وهدايا، وورود، وكتكوت، كتكوت، وقبعة. عرفنا دلوقتي المتشابه والمختلف، وبكده يا أصدقائي ينتهي درس النهاردة. واستنوني الحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة، ونفهم نتعلم ببساطة.